اهلا حبايبي ومتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وبصحة. انا النهاردة هقول نعمل معاكم، انا كان عندي الحلة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا، كان عندي الحلة الفخار الجميلة دي، فعشان استعملها كانت مركونة واستعملتش قبل كده، فعشان اعملها لازم ابيتها في المية يوم كامل. قبل ما اعمل فيها اي حاجة لازم ابيتها في المية يوم كامل، وبعد ما بيتها في اليوم الكامل دوت دلوقتي هصفيها من المية واسيبها لما تنشف خالص خالص خالص، لما تنشف وبعد كده اقول لكم ان شاء الله هنعمل فيها ايه. شايفين جمالها؟ بصراحة الحلل الفخار بتدي للاكل طعم تاني خالص، فاحنا لازم قبل ما نستخدمها عشان تعيش مدة طويلة معانا وتبقى كويسة لازم ان نحطها في المية يوم كامل، وبعد كده اما تنشف من المية هقول لكم نعمل فيها ان شاء الله باذن الله. ادي الطاجن بتاعنا بعد ما نقعناه يوم كامل في المية، بعد كده شلناه من المية سبته حوالي يومين لما نشف كويس جدا، وبعد ما نشف كنت مولعة الفرن، بعد ما خلصت الفرن حطيته في الفرن وهو سخن فكمل تنشيف اكتر، بس اوعي تطلعيه من المية وتدخليه الفرن على طول لان كده ممكن يطرقع منك لانه لسه طبعا مبلول. انا سبت يومين لما نشف وبعد كده كنت مولعه الفرن بالصدفه، دخلته في الفرن بعد ما طفيته خد السخونيه، وبعد كده لما برد جبت السمنه ومسكته غلفته من بره ومن جوه، اهو كده اهو جاء من بره اهو كده من جوه السمنه اهي، وادي كمان الغطا بتاعه من بره ومن جوه، وبعدين سبته حوالي دلوقتي بقاله حوالي يومين او ثلاثه مدون. بصوا السمنه، شايفين السمنه اهي، لما نشفت فيه خالص 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 لما شربته جامد اهي، شايفين ايديا ما اتعصتش حتى اهي، شايفين ما شاء الله اهي السمنه اهي، ايديا ما اتعصتش خالص 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 من بره ومن جوه اهي، كمان شايفين من جوه اهو، شايفين سامعين الصوت اهو اهو نشفت فيه، سبت حوالي يومين او ثلاثة مدهون بالسمنة، وبعد كده بقى ان شاء الله هنشوف هنحرقه ازاي مع بعضينا ويبقى كده ان شاء الله صالح للاستخدام. شايفين الصينية ما شاء الله تعتبر صينية وحلة في نفس الوقت اهي، كده بقى ان شاء الله هنشوف هنحرقه ازاي ونشوفه مع بعضينا ان شاء الله. انا يا جماعة دهنته سمنة بلدي، دهنته سمنة بلدي، ممكن تديني سمنه بلدي زيت بس يكون الزيت يكون نوعه كويس، ممكن بليه لكن ما تدهنوش بسمن صناعي لان السمن الصناعي وانت بتحرقيه طبعا بتحرق جامد جدا فبيبقى طعمه مش حلو، ولا حتى لو كان فيه كمان الزيت، لو زيت مش حلو برده مع الحرق بيبقى برده طعمه مش حلو، يا اما ليه يا اما سمن بلدي يا اما زيت نوعه نضيف او تعمليه بالزيت، ولو ما عندكيش الا زيت عادي مش مشكله، ممكن تعمليه بالزيت مع شويه لبن او شويه زبادي او لبن رايب تعملي فيهم حبه الزيت وتدهنيه ويبقى طعمه حلو جدا بعد كده وريحته حلوه في الطبيخ، لكن ما تعملوش بسمن صناعي، يا بلدي يا ليا يا اما زيت مع حبه زبادي او لبن رايب ودهنيه من بره وجوه وسيبيه يومين ثلاثه لما ينشف ويشرب كده زي ما الطاجن بتاعي اتشرب جامد اهو، شايفين ولا كانه مدهون، هو بس غير لونه الدهان لكن كانه مش مدهون، لما يشربه كويس جدا ابتدي احرقيه، واحنا دلوقتي هنحرقه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. شايفين ما شاء الله عم مرسي اما حرق لي الله، شايفين الكريم ما شاء الله ازاي، شايفين ما شاء الله يا عم مرسي يتعمل فيه الاكل ما يطعمش. طيب. وإلا لما بتحرق بالليه بقى يا عيني تاكل سمنه بلدي الجمال وجميله جميله وحته الليه كمان بقى، ماشي ماشي ما شاء الله، ماشي يا عم شكرا. وده شكله النهائي بعد ما حرقناه، وده يا جماعه البريم بتاعنا او الطاجن بتاعنا، شايفين شكله بسم الله ما شاء الله، بعد ما حرقناه وديناه الفرن البلدي حرقه احلى من فرن طبعا البوتاجاز، لو انت مش متاح عندك الفرن البلدي ممكن بقى يبقى في البوتاجاز، بس شايفين حرقه
ما شاء الله الفرن البلدي حرقه ازاي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين جماله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. عامل ازاي؟ جميل 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 ما شاء الله. شايفين اهو، شايفين جماله ما شاء الله ولا حول ولا قوة. جميل جدا ازاي ما شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، بس ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد وكل بسيط ان شاء الله.